بسم الله الرحمن الرحيم، معدنا يا ولاد مع الحلقة الثامنة في رياضيات أولى إعدادي، درس جميل جدا ومهم، التقاطع والاتحاد والمجموعات الجزئية. ويلا نروح لأول فكرة معانا. أول فكرة معانا، بص للرسمة دي، بيقول لي تعرف تجيب لي عناصر المجموعة إيه؟ أقول له ناخد الأرقام اللي جوه الإيه؟ مين يا ولادي اللي جوه الإيه؟ الأرقام اللي جوه الإيه هي الواحد والأربعة، يبقى واحد ولا أربعة؟ دي عناصر الإيه؟ طيب مين العناصر اللي موجودة في البي؟ ده البي هي الأشمل. يجي ولد يقول اتنين وتلاتة، أقول له غلط، واحد واتنين وتلاتة وأربعة. ليه؟ لأن كل العناصر دي واحد واتنين وتلاتة وأربعة موجودين جوه البي. طب إيه علاقة الإيه بالبي؟ أقول له ده الإيه موجودة في بطن البي، تبقى علامة جزئية. طب ليه؟ لأن كل عنصر في المجموعة إيه يقع هو كمان داخل المجموعة بي. تعال نشوف سؤال في مثال مين؟ في مثال أربعة، جايب لي أربع مجموعات وبيقول لي شوف بقى جزئية وغير جزئية، البي إيه علاقتها بالدي؟ كل عناصر البي موجودة جوه عناصر الدي، يبقى علامة إيه يا ولاد؟ يبقى علامة جزئية. جميل، ادي بالنسبه لمين؟ في اول واحده، ايه علاقه الايه بالنسبه للبي؟ الايه 2 و7 والبي فيها 2 و7 و5 و8، يعني كل ارقام الايه جوه البي تبقى علامه جزئيه. السي والبي تراجع الثلاثه دول تلاقيهم موجودين ما عدا الثلاثه، يبقى ليست جزئيه. البي والدي الاربع ارقام بتوع البي موجودين جوه الدي، تبقى علامة جزئية. تمام، يلا نروح لفكرة أخرى، فكرة كتابة المجموعات الجزئية، ودي فكرة مهمة جدا. الراجل يجيب لي مجموعة ولتكن إيه، وجاب لي جواها ثلاث عناصر، وعايز يجيب المجموعات اللي تبقى جزء منها، اسمها المجموعات الجزئية. نجيبها إزاي؟ لازم أجيب الأول أول جزء مستتر مش باين، مين هو الفاي؟ الفاي جزء من أي مجموعة في الدنيا، زي اللي جاب كوباية فاضية ويقول لي فيها إيه يا مستر؟ أقول له دي فاضية، يقول لي لا يا مستر جواها هوا. أهي الفاي عاملة زي الهوا، تكتب أولاً. طب مين كمان نكتبه يبقى جزء من الثلاثة دول؟ نكتب كل عنصر لوحده، الاتنين في مجموعة والزيرو في مجموعة والسبعة في مجموعة، مستر حامد يقول عليهم لغة المفرد، دي مفرد ودي مفرد ودي مفرد. بعد كده ناخد لغة المثنى، الاتنين والزيرو في طبق، الزيرو والسبعة في طبق، الاتنين والسبعة في طبق، دي لغة مين؟ المثنى. بعد كده لغة الجمع، ناخد التلاتة مع بعض. طب عايز أعدهم، عد تلاقيهم تمن مجموعات، يبقى أنا عرفت عدد المجموعات. تمام، طب ليها طريقة أعرف عدد المجموعات؟ إيه هي الطريقة دي؟ نكتب اتنين ونعدهم كم عنصر؟ ثلاث عناصر، يبقى 2 أس 3، واتنين أس تلاتة اللي هي 2 في 2 في 2، يبقى المسألة دي تطلع لي 8 مجموعات، وهم فعلا طلعوا 8 مجموعات. خلي بالك من الجزئية دي، تعالى لفكرة أخرى، المجموعات المتساوية. إمتى مجموعة تساوي مجموعة؟ تعالى وأنا أقول لك، المجموعة دي إيه؟ فيها 5 و2 و4، والمجموعة دي بي فيها 2 و4 و5. يقوم يجي ولاد أذكى مننا، ما الاتنين دي هي دي يا مستر؟ أقول له تمام، ما الأربعة دي هي دي يا مستر؟ تمام، ما الخمسة دي هي دي يا مستر؟ تمام. يقوم يقول لي يبقى المجموعة إيه بتساوي بي؟ يقوم يجي ولد معترض، بتعترض ليه يا حبيبي؟ يقول لي أصل دي بادئة باتنين أربعة خمسة، دي بادئة 5 2 4. أقول له لا يا حبيبي لا، طالما العناصر هي هي الترتيب لا يهم، يبقى المجموعة إيه والمجموعة بي يقال عليهم مجموعتان متساويتان. ليه؟ لا دي زادت خانة ولا دي زادت خانة، لأنهم يحتووا على مين؟ على نفس العناصر بدون زيادة ولا نقصان. طيب سؤال جميل على الجزء ده، اوجد قيمة الاكس وقيمة الواي. الراجل بيقول لي ان المجموعة دي قد دي. جميل، تعرف تجيب لي الاكس تبقى بكام يا مستر حامد؟ اقول له اه. عرفت ازاي؟ اقول له نخبي التلاتة مع التلاتة، يبقى الاكس بتساوي 4، بس خلاص.
يبقى انا جبت قيمه الاكس. طب نيجي للمساله دي، دي فيها اكس وفيها واي، تعرف يا مستر حامد تقول لي الاكس بكام وتقول لي الواي بكام؟ اقول له اه، الاكس ناخد الحرف اللي هنا يبقى الاكس تاخد الخمسه، والواي تاخد الرقم اللي هنا يبقى الواي بتلاته، يبقى الحرف ياخد الرقم من العيله الثانيه، الحرف الثاني ياخد الرقم من العيله الثانيه. نيجي للمساله دي فيها حرفين اكس وواي، ندور الاول على المتشابه، التلاته دي هي التلاته دي، تمام شطبت عليهم، يبقى نقول الاكس زائد الواحد مش دي فيها حرف؟ اه، يبقى تاخد مين؟ تاخد الرقم اللي هناك اللي هو الاتنين، تمام. طب نجيب الاكس ازاي؟ مين اللي زائد واحد يدينا اتنين؟ اقول له واحد، يبقى على طول الاكس قيمتها واحد، ودي اول طلب اهو. طب عايز اجيب الواي، يبقى ناخد الجنب بتاع الواي، واي ناقص خمسة ونساويه بمين؟ بالسبعة. طب مين اللي ننقص منه خمسة ويدينا سبعة؟ نجمع العددين مع بعض، خمسة زائد سبعة تبقى الإجابة كام؟ 12، ويبقى قيمة الواي 12. سؤال جميل جدا، ونروح لفكرة أخرى، فكرة التقاطع والاتحاد. الإكس عناصرها 7 و8، والواي 1 و2 و7، تعرف تعمل لي شكل فين؟ بس بشرط يكون للاتنين مع بعض. اقول له اه، بس قبل ما ارسم شكل فين اتاكد الاول هو في تشابه بين دي وبين دي؟ يقوم يجي ولد يقول اه، هنا 7 وهنا 7، ما دام في 7 مشترك يبقى الاتنين عاملين حادثه، نشطب ال7 من هنا ومن هنا ونكتبها في النص يا ولاد. طب باقي للاكس مين؟ باقي للاكس 8، بتتكتب عند ال8. باقي للواي 1 و2 يتكتبوا عند الواي. طب لو طلب التقاطع، التقاطع علامته بصه لتحت يا ولاد، دي اسمها ايه؟ اكس تقاطع واي. طب التقاطع معنى مين؟ العناصر المشتركه، مين المشترك؟ ال7، ولازم تتحط في قوس مجموعه. طب العلامه اللي بصه لفوق اسمها علامه ايه؟ اتحاد. طب دي تقرا ايه؟ اكس اتحاد واي. طب بنجيبها ازاي؟ نلم كل العناصر اللي انت شايفها بعينيك، يبقى التقاطع بتجيب مين؟ بجيب العناصر المشتركة، إنما في الاتحاد بجيب مين؟ بجيب كل العناصر بدون تكرار، وفي شكل فين مفيش تكرار، 1 و2 و7 و8. طب نيجي للمسألة اللي تحتها، الإكس 1 و6 والواي 1 و6 و9 و7، في مشترك؟ آه، الواحد ده موجود هنا والستة ده موجود هنا، الحق يا مستر، ده كل عناصر الاكس جوه الواي، يبقى لازم تكون في بطنها. طب ليه دي مش في بطنها اللي اولانية؟ لان كانت دي معاها 8 مش موجودة هنا، انما هنا كل عناصر الاكس موجودة جوه الواي، يبقى نملى المشترك هنا 1 و6. طب بعد ما مليته اشطب عليه هنا وهنا، باقي للواي 7 و9 تتكتب بره. طب لما يسأل مين التقاطع اللي بينهم؟ التقاطع في النونو، مين النونو؟ الدايرة الصغيرة اللي هي 1 و6 اللي بتمثل الإكس. طب لو بيسأل على الاتحاد، الاتحاد يبقى الدايرة الكبيرة اللي هي واي، وأقدر أكتب عناصر الواي كلها. ده سؤال مهم جدا جدا، تعالى لفكرة الاتحاد، أدي دايرة بتمثل الإكس، وأدي بيمثل الواي، وفي بينهم منطقة مشتركة، المشتركة دي منطقة الاتحاد، منطقة التقاطع. طب ازاي نجيب الاتحاد؟ اكس اتحاد واي هي مجموعة العناصر اللي موجودة في المجموعتين اكس او واي بدون تكرار. بص هنا ادي اكس وادي واي، ازاي نجيب الاتحاد؟ نلم كل العناصر اللي انت شايفها قدامك. طب يا مستر دول مجموعتين ايه؟ اقول له دول مجموعتين منفصلتان. اقول له دول مجموعتين ايه يا جماعة؟ منفصلتان. مجموعتين منفصلتان ليه؟ لانهم متباعدتان، بعيد عن بعض. طب معنى كده ما نقدرش نجيب الاتحاد؟ لا اقدر اجيبه، الم عناصر المجموعتين الواحد والستة والسبعة والثمانية واكتبهم جوه قوس مجموعة. طب هنا الواي بايته جوه الاكس، يعني جزئية منها، ازاي نجيب الاتحاد؟ نلم كل العناصر 1 و2 و4 و5 اللي هي قيمة مين؟ اكس، اللي هي العيلة الكبيرة،
يبقى معنى الاتحاد هي مجموعة العناصر الموجودة في المجموعتين بدون تكرار. نشوف جزئية أخرى، على مين؟ على التقاطع، إكس تقاطع واي بتمثل مين؟ مجموعة العناصر المشتركة بين المجموعتين. طب بتمثل هنا مين؟ الحتة اللي في النص دي بتمثل التقاطع. مثلا ادي اكس وادي واي، فين التقاطع اللي بين الاكس والواي؟ المنطقة المشتركة السبعة والثمانية. طب هنا الاتنين دول مجموعتين ايه؟ متباعدتان منفصلتان، يبقى التقاطع بتاعهم بفاي. طب ليه فاي؟ لا توجد عناصر مشتركة لأن الاتنين متباعدين عن بعض. طب هنا الواي جوه الاكس، مادام واحدة جوه بطن التانية يبقى التقاطع يبقى في الصغيرة اللي هي الواي أو اللي عناصرها 4 و9. تعال نشوف ملاحظة مهمة جدا، لو أنا عندي مجموعتين A و B والمجموعتين غير خاليتين يعني فيهم عناصر، الـ A جزء من الـ B، تمام؟ مادام الـ A جزئية من الـ B يعني الـ A في بطن الـ B، مادام في بطنها في التقاطع، ناخد الصغير يبقى الـ A، في الاتحاد ناخد الكبير يبقى الـ B. طب مجموعة إيه؟ لو اتحدتها مع ولا حاجة في الاتحاد ناخد الكبير يبقى الايه. طب المجموعة ايه؟ تقاطع الفاي، تقاطع الفاي، تقاطع الصغير يبقى ناخد الصغير اللي هو الفاي. طيب دي جميلة قوي، الايه تقاطع البي طلع فاي. تفهم من كده ايه يا مستر حامد؟ افهم ان الاتنين متباعدتين. طب لو كانت الايه قد البي يبقى في الاتحاد ناخد مين؟ اي واحدة منهم. طب في التقاطع ناخد مين؟ اي واحدة منهم. ليه؟ لان الاتنين متساويتان. كلام جميل. نيجي من دلوقتي للسؤال الاخير بتاعنا، قدامنا شكل فين لثلاث مجموعات، ادي الايه وادي البي وادي السي. جميل جميل، عايز الايه تقاطع البي، فين الايه؟ امشي على حدود الايه. فين البي؟ امشي على حدود البي. مين المشترك؟ التسعة والخمسة، يبقى نكتب التسعة والخمسة وده الطلب الأولاني. نيجي للتانية، التحيد للاي والسي، يعني نلم كل أرقام الاي وأرقام السي، لم معايا كده تلاقي 7 و9 و5 و8 و1 و6، يبقى ده مين؟ الاتحاد. إنما اللي قبله كان مين؟ كان التقاطع. نيجي للسؤال الثالث، ايه تقاطع بي تقاطع سي، فين المكان المشترك اللي التلاتة اتقابلوا فيه؟ اقول له الحتة دي اللي مستر حامد بيظللها، يبقى الاجابة 5. هي المنطقة مين؟ المنطقة المشتركة بين المجموعات التلاتة، يبقى المنطقة المشتركة بين المجموعات التلاتة هي المنطقة اللي فيها المجموعة مين؟ 5. السؤال الرابع، ايه اتحدها لي وعمل الطبق، يبقى لازم اجيب الطبق الاول يا اولاد، لازم اجيب البي تقاطع السي، فين البي؟ فوق. فين السي؟ اهي. التقاطع اللي بينهم الواحد والخمسة. طب بعد ما جبته نعمل اتحاد مع الايه اللي عناصرها 7 و8 و5 و9، اتحاد يعني نلم، يبقى نلم كل العناصر بدون تكرار، ودي الاجابة اهي. السؤال الخامس، ايه اتحاد بي اتحاد سي، يعني لم كل اللي انت شايفه بعينيك، فالمستر لم كل الارقام اللي في الثلاث دوائر. طيب نيجي للسؤال مين؟ السادس والاخير، هنا في قوسين، يبقى نعمل دول الاول يا اولاد، نجيب البي اتحاد السي، يعني نلم البي والسي، لم كده 2 9 1 5 6 8، كده المستر لم البي والسي. طب شوف تقاطعهم مع ايه، يبقى فين اللمه اللي انت لميتها؟ اهي. طب فين ايه؟ ايه اهي. طب مين المشترك اللي بينهم؟ راجع ورايا هتلاقي الثمانيه والخمسه والتسعه، يبقى بنجيب مين يا جماعه؟ بنجيب الاقواس اولا. طب بعد ما جبت ناتج القوس ثم العمليه النهائيه سواء كان التقاطع او اتحاد، كده خلصت تدريباتنا وافكارنا من كتاب المعاصر. يا رب الدرس يكون سهل وبسيط ومفهوم بإذن الله.